حطيت عليها جزر وبصل اول شيء، قلبته مع زيت زيتون، بعدين حطيت عليها بندوره مهروسه، مقشره مهروسه، وحطيت عليها صلصه بندوره. اوكي، هلا ضفناهم، بعدين تركتهم يستوي شوي مع بعض، واكيد طبعا ضفنا الكينوا لانه برضه الكينوا بتاخذ وقت بالطبخ. تركتها طبعا مع كوبين مرق دجاج لتستوي منيح، وبالاخر ضفنا السبانخ البيبي وضفت عليها الكريمه. بدنا زيت زيتون، بصل مفروم ناعم، جزر مكعبات، ثوم ناعم، كوب كينوا، نص كوب بندوره مهروسه، ومعلقتين صلصه بندوره، شطه مجروشه يعني اختياري. بدنا اوراق سبانخ، وكوب ونص كريمه، وكوبين مرق دجاج، ونص كوب حمص. هلا اول شيء رح اعمله، بدي احط زيت زيتون، طبعا انا محميه الطنجره اوريدي يعني على الهاي، وراح اضيف البصل دغري لانه الطنجره اوريدي حاميه. تمام، بدك ارفع لك شوي حراره لو سمحت. اوكي هي. تمام، هلا بندبل البصل يعني منيح، وبعدين بضيف باقي المكونات. تدبيل بس؟ ها بالضبط. اوكي تدبيل. هلا هي البصل يعني بلش يدبل معنا. اول ما نحسه خلص جاهز بدنا نضيف الجزر. طبعا رح نضيف الجزر اول شيء من الخضره لانه هو اكثر شيء بياخذ وقت بالطبخ. لانه قاسي شوي صعب ما يتدبل يعني. ايوه بده ياخذ وقت ليستوي شوية. تمام تمام، تفضلي سمير. بس بدنا نضيف الثوم. اوكي، نضفنا زي ما حكينا اول شيء اضيف هو الجزر، اول شيء البصل طبعا، وبعد البصل اللي هو الجزر، لانه الجزر بياخذ وقت لحتى ما يستوي حتى يتدبل شويه. وحطينا ايش بعدين؟ هلا الثوم. الثوم تمام. هاي بندورة مقشرة ومهروسة، اخذت الشكل اللي بدك اياه الجزرات. تمام تمام، لسه هلا بده يطبخ مع مرق الدجاج تمام. اوكي، هلا رح اقلب الكنوة، طبعا هالكنوة مش مسلوقة ولا معمول فيها شيء. تمام، بس هلا بس زي ما هي نضيفها على الخليط. تمام، وبعدين بدنا نحط مرق الدجاج وكوبين مية. تمام، نتركها تطبخ وبعدين نكمل. تمام، انه هي كوبين فانا على النظر يعني بشتغل. خلص هلا اذا حسينا احتاج بعدين نضيف. بدك درجة حرارة زيادة ولا هيك وضعها تمام؟ لا تمام هيك تمام. طيب، احنا بنستنى الاستواء صح؟ بالضبط. هلا رح نستناها تقريبا شوية. قديش بتقعد هي بال يعني بدها هلا انها الكنوة برضه يعني بتاخذ وقت زي الرز تقريبا، يعني بتاخذ من ربع ساعة يعني ماكسيموم 20 دقيقة. بتفتح الكنوة مزبوط لما تستوي؟ بالضبط. طبعا، ودسمة الأكلة عشان فيها حمص وفيها هي بقول لك يعني بتحسهاش شوربة، هي وجبة بتحسها يعني ممكن تاكلها بدل الغداء او العشاء يعني هيك. بكل وشو ضل هون كمان حط هلا ضايل الحمص يعني هلا بدي استنى وغير الحمص. اوكي، وهذا السبانخ البيبي. واخر شيء بدنا نضيف الكريمه لان الكريمه مش لازم تنطبخ كثير، يعني احنا اوشكنا ان شاء الله انه نضيف هذه المكونات. نعم صح، اوشكنا. ممكن القي نظره؟ تفضل. يا عيني هي بتبقبق بتبقبق، بس لسه احنا مش ما لا مش غادين عليها. لا ولا لا نتركها ايش تبقبق كمان تبقبق كمان. تبقبق كمان. طيب شايف سمير كيف بلشت هلا عم تتقل معنا؟ يعني بلشت شوي تنفش الحب من لسه اوكي بس لسه بتنفش اكبر باكثر طبعًا يعني طبعًا. لازم تنفش منيح. انت بتستنيها انت بتستني حبه الكينوا الان. ايوه بالظبط، لحتى تضيفي اللي هو السبانخ والكريمه. والكريمه يس. تمام طيب اوكي، هلا بنضيف السبانخ البيبي. هينا رجعنا هون للشوربه، بس السبانخ البيبي بالظبط، واخر شيء الكريمه. طبعا بتتذبل مباشره السبانخ البيبي. تمام، طبعا احنا عندنا الكيكه كمان جاهزه يا طبعا. بس عندنا الكيكه جاهزه، بس احنا الخطوات الكيكه جاهزه موجوده يا استاذ عمر، يعني احنا خنكمل خطوات الكيكه بعد ما نخلص الشوربه. وضفنا الكريمه وراح تخليها تغلي غلوه، بجوز غلوه واحده صح بالضبط يعني غلوه واحده. هسه بنسكبها براحتها.